هل يعين الإيمان والدين والصلاة على الشفاء؟ سؤال حير علماء لعدة قرون، ولكن خلال العقود السابقة توفرت لدينا آلاف الأبحاث التي تجيب على السؤال السابق بنعم. تمت مراجعة شاملة ودقيقة لآلاف الأبحاث التي تناولت موضوع تأثير الدين والإيمان على الصحة النفسية والجسدية منذ عام 1872 ميلادي وحتى عام 2010. وقد عرف الدين في هذه الدراسة ليقتضي ويشمل وجود إيمان وشعائر وممارسات موجهة للخالق سبحانه. نبدأ أولاً بالدراسات التي علاقتها طردية، أي أن زيادة الإيمان تؤدي إلى تحسين الصحة الجسدية والعقلية والنفسية. فقد بيّنت 256 دراسة أن هناك علاقة طردية مع السعادة، بمعنى أنه كلما زاد الإيمان والروحانيات زادت السعادة. 229 دراسة بالنسبة للأمل، 25 دراسة بالنسبة للتفاؤل، 42 دراسة بالنسبة لمعنى الحياة، 45 دراسة بالنسبة لاحترام وتقدير الذات، 13 دراسة للقدرة على الجلد وضبط وتمالك النفس، 68 دراسة بالنسبة للاستقرار الأسري، 15 دراسة بالنسبة لزيادة مناعة الجسم مناعة طردية. أما بالنسبة للعلاقات العكسية، أي أن زيادة الدين والإيمان والروحانيات تحد من هذه الأشياء، فالدراسات تشير إلى أن زيادة الإيمان تؤدي إلى خفض نسبة الاكتئاب ونسبة الانتحار والتوتر والقلق وإدمان الخمر والمخدرات والدواء والتدخين وأمراض الأوعية الدموية والإصابة بارتفاع ضغط الدم وجلطات الدماغ والزهايمر والسرطان، مما يؤدي إلى خفض معدل الوفيات. منذ زمن طويل وعلماء الأعصاب والدماغ يحاولون دراسة التأثيرات الفيزيولوجية التي تطرأ على الدماغ في حالات العبادة وما ينتج عنها من خشوع وارتقاء روحي، ونتج عنه علم يسمى علم فيزيولوجية الأعصاب في الدين والروحانيات. وقد خطى هذا العلم خطوات إيجابية بفضل الجهاز الذي يعمل على تتبع سير الدم في الدماغ بعد حقن مادة مشعة في الدم، وبذلك يمكن للباحثين دراسة النشاط العصبي في الدماغ، حيث أن سير الدم يتوافق مع النشاط العصبي. وأصبح هدف العلماء والباحثين تحديد المناطق التي تضيء في الدماغ، أي تنشط وتحث، والمناطق التي تنطفئ أي تصبح خاملة عندما يعيش الإنسان لحظات من السمو الروحي واستشعار وجود الخالق. وقد وجد الباحثون أثناء دراستهم لظاهرة السمو الروحي والخشوع أن المنطقة الأمامية من الدماغ أي الناصية قد أضاءت كما هو متوقع، فهذه هي منطقة التركيز. ولكن الشيء غير متوقع وما حدث للمناطق الأخرى في الدماغ من هدوء وانعدام تام للنشاط العصبي، بل إن هناك منطقة في الدماغ تسمى الفص الجداري العلوي قد انطفأت تماما، وهذه المنطقة هي المسؤولة عن الشعور بأبعاد الجسد، أين يبدأ وأين ينتهي وعلاقته بما حوله من ماديات وأشياء. ولذلك يشعر الإنسان في لحظات الخشوع والسمو الروحي بأن الحدود والحواجز التي تحيطه قد سقطت، وأن روحه أصبحت حرة طليقة تجوب الفضاء الواسع وتستشعر عظمة خالقها وتذوب في وحدانية الكون. بل وجد الباحثون أن المنطقة المستثارة والمضاءة أثناء لحظات الخشوع هي في منطقة الفص الصدغي، وهذه المنطقة هي المسؤولة عن العواطف واستدراك المعاني وتخزين الذكريات الجديدة. إن الإيمان يعطي الإنسان معنى للحياة وغاية من الخلق، ويعين على تحمل المشاق
ويزرع نظرة التفاؤل للحياة بوجود خالق محب لعباده، وبذلك تصبح أحداث الحياة على صعوباتها مقدورا عليها بالصبر والدعاء والأمل والإيمان بأن هناك ربا عادلا قادرا على أن يجيب الدعاء ويكشف البلاء. وكل ذلك يؤدي إلى خفض نسبتي التوتر والضغط العصبي وما ينتج عنهما من إفراز هرمونات لها فوائد فيزيولوجية. في مجتمعاتنا هناك فريق لا يؤمن إلا بالدواء وينكر تأثير العقل والروح والدين والإيمان في العلاج، وفريق آخر لا يؤمن بالدواء ويعتمد على قوة الإيمان والدين ويظن أن هذا من باب التوكل، وكلاهما مخطئ. والفريق الصحيح هو الذي يأخذ بالأسباب من الدواء والعلاج ويستعين بالإيمان والصلاة والدعاء على سرعة العلاج وعلى الشفاء. إن كل ذلك يأتي مصداقا لقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب مقصود هنا ليس تلك المضخة، وإنما قلب الشيء أي جوهره، فإذا صلح جوهر الإنسان صلح كل الجسد. صدق المولى تعالى في قوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.